هنعمل مع بعض بسرعة كده اللبن بالموز والفانيليا. عندي لبن موز، عندي شوية من مستخلص الفانيليا، وعندي هنا شوية من صوص الكراميل، وده هيغنيني عن ان انا احلي المشروب. ننزل بالموز، هنزل عليه بالفانيليا، هديها هنا شوية من صوص الكراميل، وبعد كده هنزل باللبن. وهنضرب الكلام ده كله مع بعض. حلو قوي. في كاسات التقديم هنزل بشويه من صوص الكراميل، وعليه نبقى عملنا الموز باللبن والفانيليا. بس وحطينا له كده صوص كراميل اضافه ظريفه جدا.